سلاو خوشويستان من بازيان برزنجيم لا هولي روشنبيري سليمانيه ولا غلطان امرو سيمينارك بناو نشاني طابخانه جيان للاياني كلا كساتي جيهانيا كان تاريخ السودان لا شاري سليماني بيشكش ذكرت بو يكم زارم كساتيا دهندريت هريمي كردستان ما ويتن روجيكا لهريمي كردستان ام كساتيا سرباري اويد كتواناي چي باشي هيل بواري گشپيدان حوكات خاوني دزنوسي زياتر لصد كتيبه لبواري گشپيدان وبيس كدني توانا كاني تاكو حوكات لا چونيتي بريو بردني جيان امرو ام كساتيا ليرا سيمينارك بيشكش دكات بو حولاتياني شاري سليماني وحوكات بشكل خلشي لشاركاني تيجي شواتونا تامولا أوي كمن أمي أو رقصي لسر كم أيام كساعات ياخد بانجش كرني أم كساعات أنا بتعبت ل ل لويك رولي شكاري كري أنا بقول لا ولاتا قشة صندوق كان بقول من لا تركيا لا كويت لا بشي زور لولاتا عربية كان أم كساعات يا ناو بانجش جهاني هي بانجش كرني أم كساعات أنا شكاري كريش دبل لحريمي كردستان وأوقات دبتا دبته هویتی آیا هو کاری بوی که وای اصل روشن بیری خرچه ری میکنی سام برز بیته وای ما امر گفته گویم بابت دکه اینو هول دادین باشه گل پیام کانی ناو برایش بو بینرم بو گازینه بینرم آب. مدرسة الحياة. هذه المدرسة العظيمة التي أحب أن أشارككم بها ببعض المعاني. والإنسان بعد ما تجاوز 65 سنة، ولن أقول عمري الحقيقي، فأنا عمري فوق 30 سنة طبعاً. بعد هذا العمر والتجارب الكثيرة التي يعيشها الإنسان، تتشكل عنده المعاني، تتشكل عنده الأفكار، وخاصة، وهذه رسالتي الأولى، خاصة إذا الإنسان استعمل التحليل. لا تكتفوا يا شباب الأمة بالتعلم، وإنما حللوا مع التعلم، سواء الذي تأخذه في المدارس والجامعات أو الذي تأخذوه من العلماء أو الذي تتعلمونه من الحياة. استعملوا العقل وحللوا وحاولوا أن تستنتجوا المعاني والدروس والعبر حتى تستطيعوا أن تتعلموا مدرسة الحياة. مدرسة الحياة لا تتوقف. كثير من الناس عندما يدخل في التعليم يدخل في التعليم ثم يصل إلى مستوى معين ثم يتوقف عن التعلم، يكتفي بالشهادات التي أخذها، وخاصة شباب الجامعة لاحظت هذا، يصل إلى الجامعة يتخرج من الجامعة يبدأ يعمل ويتوقف التعلم. لا تتوقفوا عن التعلم، وتعلموا العلم لكن تعلموا من مدرسة الحياة، والحياة تعلمنا باستمرار من خلال هذه التجارب. نعيش تجارب سواء نحن نعيشها بأنفسنا
أو تعيشها شعوبنا أو تعيشها الأمة أو التجارب التي عاشها قبلنا. كردستان شعب عظيم وتجاربه عظيمة وتاريخه عظيم، وقد كتبت عنه أنا حتى الآن عندي 108 كتب مطبوعة بفضل الله تعالى، وجزء منها هو عن التاريخ، وحاليا أنا في كتابة موسوعة عن تاريخ الإسلام وتاريخ العالم، وهي من 7 أجزاء وانتهيت من الجزء الرابع منها. وأنا أكتب التاريخ، طبعا جزء رئيسي من تاريخ أمتنا هو تاريخ الأكراد وعلماء الأكراد أدباء الأكراد الذين قادوا اللغة العربية من الأكراد، وطبعا بالإضافة للأبطال السياسيين والعسكريين والعلماء الذين قاوموا الاحتلال وغير ذلك. هذا كله يعلمنا، وأنتم تعيشوا هذه التجربة. وقبل أن أدخل في أعماق الحديث عن مدرسة الحياة، أؤكد على موقفي الذي قلته قبل الاستفتاء، وهو أن الأكراد شعب مظلوم على مدى التاريخ. كل الشعوب كان لها الحق في أن تشكل دولتها وتقرر مصيرها، لكن الأكراد لم يعطوا هذا الحق، وهذا ظلم لا يجوز. الشعوب هي التي تقرر مصيرها، الشعوب هي التي تختار من يحكمها، الشعوب هي التي تحدد بلادها وعلمها وبرلمانها وقيادتها. الشعوب اليوم للأسف هذا الحق سلب من الأمة، ليس فقط من الأكراد، الأمة مسلوبة الإرادة. كثير من الدول تعيش باستعمار باسم الدكتاتورية، هي استعمار. وطبعا أشد وأخبث أنواع الاستعمار في التاريخ هو هذا الاحتلال الصهيوني لفلسطين. فأنا لا تظنوا أنكم فقط الشعب المظلوم، شعوبنا كلها مظلومة. الشعوب العربية التي تعيش في استبداد، هذا أيضا ظلم. أنا أؤمن بحق الشعوب في اختيار قادتها وفي عزلهم، حق الشعوب في اختيار نظام حكمهم. الشعوب من حقها اختيار دينها، اختيار عقيدتها، اختيار طريقة عبادتها. وبالتأكيد الشعب الكردي من هذه الشعوب التي يجوز لها ويجب أن تعطى هذا الحق. والشعب الكردي هو من الشعوب التي ظلمت ظلما لم يقع على معظم الشعوب في تاريخ العالم. الله يخليك. لا أقول هذا مجاملة لكم، أنا قلته قبل الاستفتاء وقلته علنا في مواقعي في الفيسبوك وتويتر وغيرها، فهذا موقفي المعلن. وهذا موقفي المعلن ليس فقط لكم، وإنما لكل الشعوب المظلومة والتي تعيش تحت احتلال أو تحت استبداد. نكمل حديثنا حول مدرسة الحياة. فالحياة تجارب مستمرة لا تتوقف، تجارب الحياة لا تتوقف. والإنسان العاقل هو الذي يتأمل في هذه التجارب. علمتني الحياة أشياء كثيرة، ولذلك لما جئت أكتب وأسجل برنامجي عن علمتني الحياة، برنامج علمتني الحياة وقع في 60 حلقة تلفزيونية ولم ينتهي، وكتابي أو كتبي حول علمتني الحياة وصلت إلى 10 كتب كلها في سلسلة علمتني الحياة ولم تنتهي. فالحياة تعلمنا باستمرار، وتجارب الحياة تعلمنا باستمرار. وأنتم يا شباب تعيشوا تجارب اليوم، وسوف تعيشون تجارب في المستقبل، فتعلموا منها وتذكروا أن هذه التجارب تعلمنا. كثير من الناس يمر بتجارب ولا يتعلم، والعاقل من اعتبر من التجارب ومن اعتبر من تجربة غيره. ولذلك لما أقول التجارب هنا لا أتحدث عن تجربتكم أنتم فقط، وإنما تعلموا من تجارب الآخرين. اقرأوا يا شباب، اقرأوا سير الناس في التاريخ من الصالحين والفاسدين،
اقرأوا، اقرأوا سير العظماء، اقرأوا سير الطغاة، اقرأوا السير، اقرأوا قصة كفاحي لهتلر، اقرأوا، لأن هذه بشرها وخيرها تعلمنا، تعلمنا كيف نتقي الشر وكيف نزيد من الخير، فهذا كله من تجارب الحياة. حفظكم الله، السلام عليكم. تاي دكتور بانگش کردنی ام کسایتی هانا تیکاری گریشی ده بد لسر خلچی هریمی کردستان و تعبد و خلکانی که پیوستیم با بمبوارانه. پیش همش تک ام پریزا دکتر طارق سودان کسایتیشی دلسوز با گلی کرد و آقای ل معاناتی گلی کرد هیا و کسایشی خانوار و دراسهای میجوی کردوه و دراسهای میجوی گلی کردیشی کردوه. ولی نوسینکانیش با علنی با آشکار راجعند و کمواقفی با پرچجی لگری کرد و مظلومیتی گلی کرد، یعنی راجعند و تشکیلی ام دکتر طارق سودانا تشکیلیشی زور تایبته. هر ل شار زابون ل علوم شرعی کن برادیشی باش، حتی او کو شار زابون ل تازترین زانستی سردم با گورین و با چاکسازی و با گشپیدانی مرو و با اداری مؤسسات و با اقتصاد که اما لامریکا طبعا دکترای لهندسه طاو کردوه بای امپیک هاته و که کسی که جیانی ل یعنی خوی موالدی 1953 66 سال تمنیتی جیانی لمبواره بردو تسر به هزارانی تدریب پیداوه بدیان مؤسسی دامزرندو لمبواره استش مرجع و رایشکاری دیان شریک و مؤسسی مختصن لسر آسی عالمی اسلامی و جیهان بگشتی که پرسی پی اکن و رایش پی اکن هاتنی ام کسایتیانا با هریمی کردستانی که صد سالا کسایتی و هزر و ناخ و عقل و کرامت و ماف و آزادی کانی تاک بتاشی ام هریمی کردستانا لی ادره ایهانا اکری پیوسی ببینا کردنو هایا هاتنی کسانی پسپور ری آوا لمبواری بینا کردنوی مروفیا وکو هنانی درمانه با درد با نخوشی کن بایا گرنگ ریزی لی بگرین گرنگ بهندی بگرین هاتنکی و ام پیجوازی گرمش که خلقی بشرفی سلیمانی و خلقی بشرفی حولیر لیان کرد لکور و کوبون و خلکانی دلیل لسر توینیتی ام ملت و ام کمالگیا و ام جورا پیامانی که وکو درمانوان با درده کنی ما مستا با یکم زیاره کسیاتی چینام شیوا بانگشتری میکردستان دکره یعنی است آخری که گشت پیدانه به تبابت جیزیانی و لولاتا گشت صندوقان گرینجی باشی پیدا دره یعنی پیدوه اما چی گرینگی شده با هرمی کردستان بانگش کردیم کسیاتی یعنی با هرمی کردستان و اوقات حول بدن بشکل پیامه کنی یعنی بگینا بخل چی هرمی کردستان بنای خوای بخشنده مهربان سر تاسواسی ریکراوی ترین اکادمی و دکتر زانای برز و او کسانی کال ساون بم سازدانی ام کورا سبارت با کسی که وکو طارق سویدان یا هر کسی گلو مستوایا اما نبریتین لکوکراوی ازمون و تجربه دیان سال لمجالی تنمیه بشریا براسی هاتنیان و پیگشنیان لگل او نخبر روشن بیره که استهای دفعه که تواوکا با مجال روشنبیری اسلامی با مجال تنمیه بشری خوی با خوی بیتا با عقلانی کردنی او چمکانی که تا استه اما با عقلانی من نکردون یا بشوی که عاطفی معمال من لگلا کردون بویا من بروام وای اما بیتا مساهمه که گوره لین ام کسایتیانا و لین ام ریخراوکا ام بانگشتیان کردو با برز طارق سویدان اما پیوسته با حالاتیان ریمی کردستان؟ به دنیایی و اما لعسته دا ام چم کوبابتانه لرگی ریخ راوکانو لرگی ام جور محاضره کراوانه و کاریگری زور گورو اکیتیف بابلین پوزیتیفی ابه با گشه سندنی او چم کانه تا استه امال لچوار چیوی کتبکانه امان خوندو استه بوتا ازمون و ازمونکان بابلین لرگی ام محاضراتانه و پیشکشه کرین خوش به سپاس سپاس بایو طارق سویدان چند روزه که لحریمی کردستان و حولی دیاو بشکلن پیامانه که هیتی ل رگای پیامکانی و بیگینر بدوی اما چکاری گریش ده بد لسل خلچ حریمی کردستان ل رگای سیمیناری لمشیوه یا خود ل رگای خولی که وقت کم کسیاتی بانگشت حریمی کردستان دکره ای چکاری گریش ده بد؟ سرتا اصلا و رز دست خوشی با خودتان و کنال کتان دکتر طارق سویدان سالانی که دریجه من دوست مولن زیکو ایناسم و کفاعت و پیبونی او کسا ازانم
دکتر طارق سویدان سرباری اوی که بیرمنده کی اسلامی گوره و پرورشیاری کی گوره کامل ازمونی زور دولمندی هه لبواری راهنانی سرکردهی لبواری پلاندانان لبواری گورانکاری و چونتی درست کردنی گورانکاری لبواری فکری اسلامی زور تیر و تسل دولمنه و پیوکل اصلا پسپوری او دکترای هه لامریکا لبواری درهنان عفوا نوتو اداره دانی کارجری پیوکی پسپوره به معنای کلمه و شخصی که اکادمیست او کاریگر زور لبواری خوید از زور کسایتی که ناوداره ل دنیا و اگایل تازه ترین بردوزکانی برای او بردن و سرکردهاتی هی و کمپانیا کن تو آن سودی لزور لی ببینن رخ را و کن تو آن سودی زور لی ببینن و پرورشیار کن بیرمنده اسلام کن تو آن سودی زور لی ببینن هر وها کوی خلقی گشتیش تو آن ل دکتر طارق سود ببینن و پیوکی به تای معنا پر لازمون. خاتون ام کساتی کم زاره که اندیله تحریم کردستانی که کلمانه ل آستی جهانی ناوبانگی شگوری هه و بسطان کسی ترمان هه ل ولات اروپی کان ل ولات عربی کان و ل ولات فارسی کانش هیچ گرینگی شده به گرمانه بانگش تحریم کردستان بکری ل بری اوی کبون من گورانی بیجک بی اندیله خود هنیک شد که بر روالات هیچ گرینگی چی نیه به حالات بله سرتا دستخوش لو کسانا کن که کار مبو هنانی ام کساتی سرکوتو ام کسایتی و جارکانی هاوشوی ام کسایتی ها کاریگری که زور گوره ابل لسر بلاو کردنوی فکری نیو بیرو باری نیو جاواز و دهنران بیرو مشک خالکی هم جارسی لوانی تر که کاریگری که تو درسته کن یا خود تنها با کد بفیرادان امان اتوانن لو ازمونی که خوان لو سرکتنانی خوان لو امان جانی که خوان لجیان یعنی وریان گرتو بیکن به هزکو بیکن با وزیکو لناو خالکا بلاوی کن و هنانی ام جور کسایتی هن و ببردامی ابی توی بلاو کرنوی فکری نویو زنستو بردامون گشو برو پشتونی امشو حالاتیانی امشو لاتا کشمان به همان شیان طارق سودان یک کلم کسایت یعنی کلا آسی جهانی نو بانگی چی زوری هی بانگیش کردنی بو حریمی کردستان بدوه هیچ کاری گریش دی بیل سر هاولاتیانی حریمی کردستان یا خود بجداری کردنی ایوه چی گرینگی چی هی بو کمالگای ایما هنانی ام کسایت یعنی بو حریمی کردستان بگو من کاری گری زوره بانگیش کردنی ام کسایت یعنی لبروی امانا شتی زور ازانن و اتوان لو ازمونی که خوان کوان کردو تو شتی کش به ایما ببخشن و کات تاریخ سویدان هاتو بم شوی باسی ملتی کوردی کر مزور دل خوش مله بری که کس یک هه ازانه ملتی کورد شونا پیوستی بچیا او شانی بو باس کردین زور سودی هبو د خوشی لو کسانه شکم که مانگشتی او یان کرد و هیوا دارم کسانی زیاتریش اتر ال ولات انګلیزی کان به اخو ار عرب کان به بیان نن بو یمش سودیان لی ببینو بتوین بجاری بکین لم جور سیمینارانه کاکری بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله التنمية تدخل في كل مجالات الحياة التنمية الإدارية التنمية التكنولوجية التنمية العلمية التنمية اليوم صارت هدف من أهداف الأمم المتحدة من أهداف العالم يسموها التنمية المستدامة أما التربية فهي التي تتعلق بالتعليم وتربية الآباء لأولادهم وهذا جزء من الحياة لكن تبقى التربية أهم لأن إذا التربية خطأ
كل التنمية ليس لها قيمة، ما قيمة أن يكون لنا مباني عظيمة واقتصاد ممتاز وإنسان تعيس. فالتنمية أوسع لكن التربية أهم. گشه پیدان امروی لولاتانی گشه سندو بابتی که خریکه کونده بید. بلام لولاتانی روش حالاتی ام بابت تازه گشه دستینه تو خریکه لناو خلق گشه چی باش دکت. زمو زولی ام هولا گورو پربونی لحولاتیانی هرمی کردستانیش بلگی اوی که حولاتیانی هرمی کردستان بدنگوهاتین یعنی بو بابتکانی گشه پیدان امرویو تایبەت بە ئینسانیەت بە تایبەت ئەم کەسایەتیانەی کە ژمارەیان لە پەنجەی دەستێ پەڕ ناکات و لە ئاستی ڕووی جیهانی ناوبانگێکی زۆریان هەیە. یەک لەمانە تاریخ سوێدانە کە نێوبانگێکی گەورەی هەیە و هاوکات سەدان کۆمپانیاوە دامەزراوە لە ڕێگای ئەوەوە سیستەمی خۆی ڕێکخستووە. وڵاتانی دراوسێش بەردەوام ئەم کەسایەتیانە بانگێش دەکەن بۆ ئەوەی ئاستی سەقافەی هاوڵاتیان بەرز بکەنەوە. هاوڵاتیانی بەشدار بوو لەم کۆڕا ئاماژە بوو ئەوە دەکەن کە هیوای ئەوە خوازن ئەمە ببێتە سەرچاوەیەک بۆ ئەوەی لەبری هونەرمەند و ئەو کەسانەی کە هیچ گرنگێکیان نیە بۆ کۆمەڵگای کوردەواری و بانگێش دەکرێن، ئیتر ئەمە ببێتە جێگرێوەیەک و کەسانی بواری گەشە پێدانی مرۆیی لە براین تریسی و ئەنتۆنی رابینس و کەمانە لە ئاسی جیهانی نێوبانگێکی گەورەیان هەیە بانگێشتی هەرێمی کوردستان بکرێن بۆ ئەوەی بەشێک لە هاوڵاتیان سوود لە ئەزموونەکانیان وەربگرێت. لێرە داهاتینە کۆتایی ئەم بەرنامێ تا بەرنامەیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرین لە شاری سلێمانییەوە. بەخوای گەورەتان ئەسپێرین، بەختەوەر بوون.